اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم. في الليلة الجمعة الماضية في مثل هذه الليلة عشنا وعاش المؤمنون والمؤمنات بحمد الله أجواء روحانية عبادية وأجواء فرحية ولائية. وقد عبر المؤمنون عن فرحتهم وعن سعادتهم وعن بهجتهم بذكرى ميلاد سيدنا ومولانا الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، كباراً صغاراً رجالاً نساءً. وقد تدفقت تلك المشاعر الولائية بكل مظاهرها، سواء في المساجد والحسينيات أو في الشوارع وفي غيرها، كل ذلك تعبير عن الولاء وعن الحب والمودة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه من التوفيقات الإلهية أن يوفق المؤمنون لهذه الأجواء الروحانية ولهذه الفيوضات الولائية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا وعليكم إن شاء الله، وأن يتقبل من الجميع هذه الأعمال وهذه الطاعات، وأن لا يحرمنا إن شاء الله منها، فإنه لا إشكال أن هذا من مصادق قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله. فإن من أوضح تعظيم شعائر الله هو تعظيم المناسبات الدينية صورة عامة، ومناسبات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بصورة خاصة. فعلى هذا لا بد لنا أن نستمر في تعظيمها وفي إحيائها، ويجب علينا أن نعظمها. وفي المقابل يحرم علينا إضعافها، ويحرم علينا هتكها، ويحرم علينا الإساءة إليها. أي كما يجب علينا أن نعظم هذه الشعائر، أيضا لا يجوز لنا أن نسيء إلى هذه الشعائر، لا بالفعل ولا بالقول ولا بالسلوك. ومعنى ذلك لا بد أن نؤدي هذه المراسيم وهذه الشعائر طبقا لما أوصى به أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وطبقا للمقاييس الشرعية التي يجب علينا أن نلتزم بها. وهذا هو معنى التشيع الحقيقي، كما روي عن الإمام الباقر عليه السلام عندما قال لجابر: يا جابر، أيكفي من ينتحل التشيع أن يقول بمحبة أهل البيت؟ لا والله، ما شيعتنا إلا من أطاع الله واتقى، أو اتقى الله وأطاع. إذن مو مجرد إظهار الحب والمودة أو شعار الحب لأهل البيت، هذا يكفي في الانتماء الحقيقي للتشيع. التشيع هو قلبي وعملي، تشيع في القلب المحبة والمودة والولاء، وأيضا تشيع العملي أن تعمل طبق لما أراده أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فكل تصرف وكل عمل يكون خارجا عن هذا الإطار، هذا لا يعبر عن الانتماء الحقيقي لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما قال مولانا الإمام الصادق: ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وأثارنا. باللسان أنا شيعي، أنا موالي، ولكن من حيث العمل والتطبيق نجد أن أعماله وتصرفاته تخالف أعمال أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن من أجل أن تبقى هذه الشعائر طاهرة نقية، يجب أن ننقيها من كل ما يسيء إلى هذه الشعائر، ولا أننا نجعل هناك مبررات بأننا والله من أجل فرحة أهل البيت أن نفعل ما نريد وما نشاء من تصرفات. لا، هذا هو مخالف للدين وإساءة
لأهل البيت عليهم السلام ومذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا حذرنا أهل البيت من ذلك، فقال الإمام الصادق عليه السلام: إياكم أن تعملوا عملاً يعيرون به. شوف، إياكم أن تعملوا عملاً يعيرون به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله. كونوا لمن انقطعتم إليه زينا، ولا تكون عليه شينا. إذن أنتم تقولون بانتمائكم لأهل البيت عليهم السلام كونوا مظهر زين وحسن لأهل البيت عليهم السلام، لا أن تسيئوا إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، بل كما قال إمامنا العسكري عليه السلام: جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. حاول فعلا أن تكون سببا لجلب المحاسن والفضائل لمذهب البيت وأتباع أهل البيت، لا أن تكون سببا لجلب المساوئ والقبائح لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أقول نعم، لقد عشنا ليلة جميلة مليئة بالأجواء الفرحية والسعادة والولاء، ولكن مع الأسف هناك بعض الأعمال التي صدرت من البعض، لا أقول من الجميع، وهو لعله نزر قليل، ولكن مع ذلك هذا التصرف ترك في قلوبنا وقلوب المؤمنين حسرة، وشعرنا بالألم أن يصدر مثل هذه الأفعال باسم أهل البيت سلام الله. نحن يؤذين أن تصدر بشكل عام، ولكن أن تصدر باسم وشعائر أهل البيت هذه أكثر إيلام وإيذاء، لأن هذا يؤذي أهل البيت عليهم السلام، يؤذي إمامنا الحج المنتظر عليه السلام الذي نحن خرجنا نحتفل بميلاده وأن ندخل السرور على قلبه، ولكن بهذا العمل نسيء إلى المذهب وأيضاً نؤذي إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. ما هكذا نفعل يفرحون لفرحنا، أي يفرحون لما يفرحنا بما يؤدي إلى فرحنا، لأنهم يفرحون بما يحزن أهل البيت سلام الله عليه. أقول ما صدر كما نقل الثقات ووصلت لنا العديد من مقاطع التي يظهر فيها أن بعض الفتيان وبعض الفتيات قاموا باحتفاليات في الشارع تضمنت تصرفات وسلوكيات غير شرعية، غير محمودة، غير مرضية عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أي تنافي حقيقة التشيع والانتماء. فهل استخدام أدوات الطرب من التشيع الحقيقي وتقوى الله الذي قال به إمامنا الباقر عليه السلام؟ هل القيام بالرقص والتراقص في الشوارع وأمام الفتيات هذا من مظاهر إرضاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه؟ هل ازدحام الشابات والفتيات بالفتيان في الشوارع هذا مما يرضي أهل البيت صلوات الله عليه؟ هل قيام البعض بتصرفات مؤذية للآخرين كرش بعض السوائل الملوثة على الناس وعلى سياراتهم وإغلاق الطرقات يرضي أهل البيت عليهم السلام؟ لا إشكال أن هذا لا يرضي أهل البيت ولا يسعد أهل البيت، بل يسيء إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه كما أشرنا، وتكون هذه من المثالب. إذن ما هكذا يجب أن نعمل، بل يجب علينا أن نحتفل بالاحتفال النقي الطاهر المهذب من كل هذه الشوائب ومن كل هذه المظاهر السيئة، وعلينا جميعاً مسؤولية، هناك مسؤولية على الجميع. البعض يقول من هو المسؤول؟ ليس هناك فرد بعينه مسؤول، الجميع يجب عليه، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني الجميع يجب، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، شنو؟ يأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر. كل إنسان مسؤول عن كل مؤمن، كل مؤمنة مسؤولة عن كل مؤمنة، فالجميع واجب عليه أن يكون مسؤولاً عن الوقوف أمام هذه المظاهر المسيئة بالأسلوب الحسن. يجب النصح، يجب الإرشاد، يجب التوعية، يجب البيان، وإلا لا يكفي أننا ننظر ونسكت ونتفرج. من يتفرج ويحضر في مثل هذه الاحتفاليات هو شريك أيضاً، لأن هذا نوع من التشجيع وهذا نوع من الترويج. إذا لا يجوز لك أن تشارك لا امرأة ولا فتاة في مثل هذه الأمور. وطبعاً المسؤولية تتأكد على رجال الدين أن يبينوا هذا الحكم ويبينوا هذا الأمر، وأيضاً على أولياء الأمور من الآباء، من الأمهات، من الأزواج، الكل واجب عليه، من الموجهين، من المرشدين، يجب أن يعملوا فعلاً جادين أن يمنعوا مثل تكرار هذا أو توسع هذا. هو ما يخاف ويخشى كما قلت لكم، هذه ظاهرة جزئية، لكن نخاف وما نخشى في المستقبل أن يتوسع الأمر، ونجد أن جميع الحواريات والشوارع تكون مليئة مثل هذه المظاهر. هذا ما يخيفنا ويسيء ويفسد شعائر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، خصوصا وأننا على موعد باستقبال أيضا مناسبات مثل مناسبة ميلاد مولانا الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، أيضا الذي اعتاد الصغار يخرجون للفرحة، لكن مع الأسف أن بعض الكبار يحاولون أن يفسدوا الفرحة علينا في هذا الأمر. فالمأمول من جميع الأبناء والبنات والأخوة والأخوات وأولياء الأمور فعلا أن يعملوا جديا في عدم تكرار واستمرار مثل هذه الأمور. نسأل الله أن يهدينا وإياكم والجميع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.